إطلاق مشروعين لدراسة استرجاع التصميم الأصلي لقلعة الجزائر وتنظيم ورشة عمل لمتابعة مختلف أشغال ترميم القصبة هي أهم النقاط التي ركزت عليها وزيرة الثقافة خلال الزيارة التفقدية لقلعة الجزائر وقصر 23. في البداية ربما سيكون هناك إطلاق لمشروع دراسة لاسترجاع التصميم الأصلي لقلعة الجزائر، يعني الطريق الذي بني تعرفون في الفترة الاستعمارية يعني كرمزية للسيادة الوطنية. ستكون هناك ورشة، سننظم ورشة عمل الشهر المقبل إن شاء الله مع الفاعلين على مستوى قطاعنا ممن يشتغلون على الملف للوقوف عند حيثيات سير وتقدم النشاط هناك. سنقوم بتقرير دوري لمنظمة اليونسكو في أواخر الثلاثي أو أواخر سداسي هذا السنة، والذي سنعرض من خلاله معظم البادرات أو الأعمال التي قامت بها الدولة الجزائرية في هذا الصدد. الوزيرة في خرجة الميدانية الأولى رفقة والي الجزائر والتي تزامنت مع اليوم الوطني للقصبة أكدت على ضرورة الحفاظ على القصبة كموروث ثقافي، وذلك من خلال إعادة الحركية لهذا المعلم التاريخي. القصبة ذاكرة صامدة، ذاكرة يعني عابرة للزمن، تترجم مراحل بسط السيادة الوطنية، وهذه تستحق يعني الاحتفاء بها. هذا الاحتفاء هو أيضا احتفاء بالسيادة وإعادة تملكها. وزيرة القطاع أكدت على أهمية إعادة الاعتبار للقصبة من خلال استكمال مختلف مشاريع الترميم التي تعرفها من أجل إعطائها المكانة التي تليق بها.